هل زيت الزيتون مفيد وصحي للكلاب؟ الإجابة نعم، هناك فوائد عديدة لزيت الزيتون للكلاب بفضل غناه بالعناصر الغذائية والاحتياجات اللازمة للكلب في المنزل ولكن بكمية مناسبة. وننوه أنه قبل إضافة أو إزالة أي شيء في النظام الغذائي للكلب لابد من استشارة الطبيب البيطري المختص، وسوف نتعرف من خلال هذا الفيديو على أهم فوائد زيت الزيتون للكلاب والكمية المسموح بها. هناك العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي ستعود على كلبك عند تناوله زيت الزيتون يوميا أو أسبوعيا في وجباته المفضلة. ومن أبرز تلك الفوائد، عند إضافة كمية مناسبة من زيت الزيتون في طعام الكلب يساعد في تنشيط الدورة الدموية وسهولة التنفس عند الكلب عن طريق زيادة تدفق الدم في الجسم وتقليل من آثار وعلامات مرض الربو. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة المختصة بالحيوانات أن زيت الزيتون مفيد جدا لصحة دماغ الكلب وخاصة الكلاب الكبيرة في السن، فهو يقضي ويحارب مشاكل الشيخوخة عند الكلاب ويعمل على تنشيط وتعزيز الدماغ، فحرص على وضعه للكلب. يساعد زيت الزيتون على تحسين مناعة جسم الكلب بفضل مادة البوليفينول والكاروتينات التي تمنع الإصابة بالأمراض المحتملة لكلبك وتحافظ على مناعته قوية وجيدة طوال الوقت. يعد زيت الزيتون من المكملات الغذائية المفيدة التي تساعد على صحة البشرة وفرو الكلب، وتضيف لمعانا وقوة لمعطف كلبك بفضل غنى زيت الزيتون بمغذيات نباتية وأحماض الأوميغا 3 الدهنية وفيتامين ها الضرورية لصحة الكلب. يحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية تعمل على إنقاص الوزن عن طريق تكسير الدهون داخل الخلايا الدهنية، مما يساعد على التخلص من دهون البطن ويقلل من حساسية الأنسولين عند الكلاب. هناك بعض المؤثرات السلبية لزيت الزيتون على الجهاز الهضمي للكلب وخصوصا الكلاب ذات المعدة الحساسة، لذلك تجنب إعطاء كلبك المزيد من زيت الزيتون إذا لاحظت القيء أو الإسهال بعد تناوله. هناك بعض الكلاب التي تعاني من مشاكل التهاب البنكرياس، والزيت الزيتون يحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية والتي قد تسبب تهيج الكلب، فتجنب ذلك. تعتمد كمية زيت الزيتون التي تضاف لطعام الكلب حسب حجم الكلب، إذا كان الجرو خاص بك يتراوح بين 20 إلى 50 رطلا يضاف له ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، أما إذا كان وزن كلبك 90 رطلا أو أكثر يضاف له ملعقة كبيرة يوميا أو أسبوعيا، ولابد من خلط زيت الزيتون جيدا في طعامهم اليومي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.